في الأول خليني أقولك إن أنا مؤمن دايماً إن إحنا اللي بنصنع ظروفنا مش حد تاني. أما ظروف أنا فكانت مختلفة عن أي ظروف، وده لأني ببساطة شخص ناجح في حياته. وعلى الرغم من نجاحي ده إلا إن أنا ملقتش شغل لمدة كبيرة، لحد ما ربنا كرمني واشتغلت في شركة بلاستيك معروفة. ولكن الظروف كانت ضدي في دي كمان، لأن بعد مرور كام شهر من شغلي في الشركة قرروا إن هم يقللوا العمالة لسبب مجهول. وأيوه زي ما أنت فكرت كده، أنا كنت من ضمن 4 اتصفى شغلهم جوه الورشة، أنا وعبد الفتاح وعبد الواحد وجمعة. إحنا 4 ما كناش نعرف بعض قوي، لكن بعد الموقف ده علاقتنا اتطورت جامد. ولما مر كذا شهر وإحنا على القهوة ومش لاقيين شغل، وقتها جات لي فكرة مجنونة. والفكرة دي جت في دماغي بعد ما عرفت من جمعة إن في خزنة جوه الشركة فيها ملايين، ومن حظنا إن ما بيبقاش واقف عليها حراسة غير كام فرد أمن على قدهم. والمعلومة دي جمعة عارفها عن طريق محاسب اتعرف عليه في فترة الشغل هناك. وقتها اتصل بيه واطمن عليه وسأله إذا كان لقى شغل ولا لأ، وعرض عليه المساعدة. المهم من بعد ما عرفت المعلومات دي ابتديت أخطط لسرقة كبيرة، سرقة هسرق فيها خزنة الشركة. وعلشان الموضوع ده ما كانش ينفع وأنا لوحدي، قررت أخليهم يشاركوا معايا، وهو يبقى ليهم من الحب جانب ويدعولي بعدها. ولما خلصت الخطة كلها وكله بقى تمام، قررت إن أنا أشاركهم معايا. اتصلت بيهم واحد ورا التاني وطلبت منهم ينزلوا على القهوة اللي بنقعد عليها، قهوة الصباح، ساعة زمن وكلنا كنا في وش بعض. لكن لو كنت أعرف اللي هيحصل بعد كده ما كنتش جمعتهم التجميعة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي، حلقة جديدة ومستوحاة من جريمة حقيقية ومن كتابة أندرو شريف. خلصنا العيد وخلصنا قصص العيد اللي كانت من العيار التقيل، نخش بقى على قصص من العيار الأتقل. قصة النهاردة بعنوان خريطة، مش كتير منكم هيبقى واخد باله هو رايح فين بالظبط، ولكن قصة جامدة ومستوحاة من جريمة حقيقية حصلت فعلا. ويلا بينا نشوف ايه اللي حصل بعد ما اتجمعوا التجميعة دي وقرروا ان هم يسرقوا خزنة الشركة. يلا بينا يلا بينا. قبل ما حد فيهم يسأل عن سبب اللمة المفاجأة، محمود سفينة القهواجي كان جه وقال لنا: ايه يا بهوات، زي كل يوم ولا ناويين نغير؟ رديت عليه وقلت له: لا ناويين نغير طبعا، دي ليلة ليلتنا زي ما بيقولوا. وقتها عبد الفتاح بص لي وسألني: ايه يا خريطة، انت وقعت على كنز واحنا مش عارفين ولا ايه؟ ولا تكونش سمعت كلامي وجربت تضرب؟ لا ده ولا ده عبد الفتاح، القصة وما فيها ان النهاردة لازم يبقى يوم مختلف، حتى لو هنطلب شاي برضو، بس الجديد انه هيبقى بالنعناع. سفينة ما عجبوش الكلام ورد عليا: وبعدين بقى في الهزار ده على المسا، معاكش فلوس قول، لكن مش كل مرة تبعتني معاك، ما كانتش كوباية شاي دي؟ طب والله العظيم الواحد ما واخد منكم غير الهزار. لسه كنت هرد عليه لكنه خد بعضه ومشي. وبعدها جمعة بصلي وقال لي: ايوة ايه بقى سر اللامة دي خريطة؟ احنا مش اخر مرة اتفقنا اننا مش هنتقابل غير لما كل واحد مننا يلاقي شغل، او احسن من القعدة المنيلة اللي احنا بنقعدها دي. رد عبد الفتاح وهو بيضحك على طريقته في الكلام: ايه يا عم ايه، ما بالراحة، انت في حد بيجري وراك ولا ايه؟ مش قلتلك مليون مرة ارسى كده وما ترصش الكلام ورا بعض؟ وبعدين ما تخافش، وعدك معانا ليلة مش هيطير الشغلانة، محسسني ان الشغل على قفا من يشيل يا خي. يا عم انا راجل عايز اتجوز وقعادي في البيت زي النسوان، مش هيفرق بيني وبينها في حاجه، انما انت بقى ولا تفرق معاك. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ قصدك ايه يعني اني زي النسوان؟ والله بقى اللي على راسه بطحه. اتدخل عبد الواحد وقال: جرايا رجال، احنا هنتخانق ولا ايه؟ وانت يا جمعه عيب اللي بتقوله ده، وانت يعني مش شايف هو بيقول ايه؟ يا عم شايف بس عيب، احنا جينا هنا علشان نسمع خريطة والقصة بتاعته، يعني نكتم لحد ما هو يتكلم ويخلص. اتكلم يا خريطة، احنا سامعين. بص يا رجالة،
القصة والحكاية على ملايين، ملايين كتيرة قوي في خزنة الشركة، فنركز مع بعض ونحط تحت الكلام اللي جاي ده مليون خط. طبعا كلنا عارفين الشركة اللي احنا كنا شغالين فيها، وانها اجازة يوم الجمعة، يعني يدوبك يوم هبيجي كم عامل من الورشة لو في اضافي، اما مكان البلاستيك فبيبقى مقفول والعمال اللي شغالين عليه اجازة، يعني نقدر نخش وننزل الدور اللي تحت بكل سهولة، ده غير ان مفيش حد هيقابلنا غير فردين امن، وعبد الواحد يقدر يقوم بيهم لوحده. بعدها هنستغل عبد الفتاح في مهنته القديمة، طفاش الخزن، وبعد ما نفتحها هناخد الفلوس ونهبق، لا من شاف ولا من دري. رد عبد الفتاح والكلام دخل دماغه قوي وقال لي: اما انت طلعت خريطة بصحيح، مش وشك بس، ايوه بقى هو ده الكلام، ولا يا جمعة مالك قاعد مش على بعضك كده ليه؟ يعني على اخر الزمن هنسرق؟ يعني بعد ما كنا بناكلها بالحلال هنسرق؟ قال له ده انت طلعت حنين قوي. استنى انت عبد الفتاح، بص يا جمعة، الموضوع بسيط، واحنا محتاجين الفلوس دي اكتر من اي حد، ثم يعني مش هما اللي طردونا وخلونا نمد ايدينا؟ ايوه بس مش معنى كده اننا نسرق، دي فيها سجن. دي قول كده بقى، انت خايف من السجن؟ بس لا ما تخافش، الموضوع بسيط، ولو تأزمت معانا هنهرب من الباب اللي ورا. افتح الله، انا كل اللي اقدر اعمله ان انا تويكم في شقة اكتوبر عندي لحد ما الدنيا تهدى، غير كده انا مش ناوي اشارك. تمام موافق. وانت عبد الواحد؟ والله لولا الحوجة ما كنتش قلت امين، بس عشان محتاج هقولك امين يا خريطة. خلاص يبقى نقرا الفاتحة علشان ربنا يكرمنا. امين، نقرا الفاتحة. كملنا عدتنا على القهوة، وكان باين على جمعة التوتر، ولكن كل حاجة مشيت زي ما احنا عايزين ورتبنا للعملية كويس. وفعلا وصلنا لصبح يوم الجمعة وظبطنا عربيتين، عربية متأجرة والتانية تخص عبد الواحد بس هي مش باسمه، ودي خدها جمعة وركنها بعيد. بعدها طلع على بيت اكتوبر يستنانا هناك علشان لو في اي عوق حصل. اما احنا فابتدينا ننفذ العملية ودخلنا الشركة. بعد ما نطينا من على السور ودخلنا المصنع نزلنا للدور الارضي، وهناك كان في فردين امن، عبد الواحد قام بيهم وربطهم وكومهم على جنب، ولما خلص مهمته ابتدت مهمة عبد الفتاح وهي فتح الخزنة. الحمد لله قدر يفتحها وخدنا كل اللي فيها، ولكن الموضوع ما خلصش بالسهل. احنا بعد ما خلصنا وجينا علشان نهرب، في فرد امن من بره جه يطمن على الاتنين اللي احنا ربطناهم، ومن سوء حظنا ان كان معاه مسدس ضرب بيه نار على عبد الواحد في دراعه. ساعتها عبد الفتاح كان معاه مسدس هو كمان وضرب بيه نار على فرد الامن، خلاه يقع على الارض وهو سايح في دمه. والحقيقه اننا ما نعرفش اذا كان مات ولا لسه عايش، بس لما وقع سندت عبد الواحد وعبد الفتاح خد الشنط وهربنا. ركبنا العربيه وتحركنا لحد ما وصلنا للعربيه التانيه، خدناها وطلعنا على بيت اكتوبر، وهناك جمعه كان قاعد وباين عليه التوتر. ايه عملتوا ايه؟ طمنوني. واتاخد باله من عبد الواحد وهو سايح في دمه. ايه اللي حصل؟ عبد الواحد ماله؟ حصل ايه ما تنطقه؟ رد عليه عبد الفتاح وهو بيطلع سيجاره من جيبه وبيولعها. حصل ايه يعني؟ ما كلنا عايشين والفلوس معانا. انت ما عندكش دم يا بني ادم انت؟ الراجل سايح في دمه قدامك وانت بتتكلم بكل برود؟ قولنا بس المطبخ فين وهات سكينه علشان نسخنها على النار، والراجل هيبقى كويس يا اخويا ما تقلقش. ملعون برودك يا اخي، يا ريتها كانت جت فيك انت. بقولك ايه، انا سكت لك من الصبح ومش راضي اتكلم، لكن هتقل ادبك عليا تاني هعلم عليك، انت فاهم؟ لا مش فاهم، ووريني هتعمل ايه. في اللحظه دي عبد الفتاح اتعصب اكتر، ومن عصبيته طلع سلاح من جيبه. بعدها وجه السلاح على جمعه، وطبعا لما ده حصل وقفت وسطيهم قبل ما يضرب نار. ايه ده انت وهو؟ احنا هنموت بعض ولا ايه؟ وبعدين الراجل بيموت وسطنا، نقوم نموت بعض؟ رجع السلاح في جيبه وطلع سيجاره حطها في بقه، وبعدها رد عليا وهو بيولعها. يبقى نجيب السكينه ونحطها على النار وتسيبونا اتصرف. دخل عبد الواحد في الحوار وقال لهم: ودوني المستشفى، انا دمي بيتصفى، انا بموت.
مستشفى يعني سين وجيم، والرصاصة دي جت منين وإيه اللي حصل؟ يعني فيها كلبوش عبو واحد. أتكلبش أحسن مموت، أنا مش حاسس بجسمي، بقولك دراعي كأنه اتقطع. هديت فيه وشاورت الجمعة يسخن السكينة، وبعدها قلت له ما تخافش عبد الواحد، الرصاصة هتطلع وهتبقى كويس، امسك نفسك. مش قادر الخريطة، أنا جسمي كله سايب وشايف ناس غيركم حواليا، ناس ساكتين ومش بينطقوا، وسكتهم ده مخوفني، وأنا بموت وهقابل رب كريهم ولا إيه؟ ما تقولش كده يا صاحبي، كلنا هنبقى كويسين وهنطلع من هنا بخير. أهي السكينة وصلت، سيب نفسك لعبد الفتاح وهو هيساعدك. عبو واحد ما تقفلش عينيك، خليك معانا. أنا معاكو أهو. بعد ما قال كده عبد الفتاح ابتدى يخرج الرصاصة وسط نظرات رعب من جمعة. جمعة اللي كان متكون في زاوية الصالة بيغمض عينيه من الخوف، لكنه هدي شوية لما الرصاصة خرجت من دراع عبد الواحد. بعدها جاب له مية وشربه، ولما شرب وخد مسكن قوي سبناه ينام. ومن فترة للتانية واحد كان بيروح ويجي على الأوضة وبيشوف لو حصل جديد، لحد ما الدنيا هديت شوية. بعد كده اتجمعنا احنا التلاتة في الصالة وقعدنا وشنا في وش بعض ساكتين، وكل واحد فينا بيفكر. ولكن جمعة ما فضلش على الوضع ده كتير، لأنه قال لي إيه اللي حصل هناك خريطة؟ وعبد الواحد رجع كده إزاي؟ اتضرب عليه نار من فرد أمن هناك، بس الحمد لله عبد الفتاح لحق وضرب نار على فرد الأمن. أول ما جمعة سمع جملة ضرب نار قام من مكانه مخضوض، حط إيده على راسه وقال لعبد الفتاح قتلت الراجل؟ الله يخرب بيتك، وديتنا كلنا في داهية. ما تزبط يا دي انت بقى، هي دي كلمة شكرا اللي بتقولها لي بعد ما انقذت صاحبنا من الموت؟ وبعدين احنا ما نعرفش فرد الامن ده مات ولا لسه عايش، مش يمكن اتكتب له عمر جديد؟ انت مش حاسس اننا في مصيبة خالص؟ ثم احنا هنعرف منين اذا كان الراجل حي ولا ميت؟ ونعرف ليه؟ ما كنا متنكرين ومحدش يعرفنا، يعني سالكة وتساطرت. يعني انت مشكلتك كلها ان محدش عارفك وما عندكش مشكلة انك قاتل؟ انا كنت بدافع عن زميلي، وقال لك منك قاعد في البيت وخايف زي الحريم، ففكر ان الموقف اللي كنا فيه كان سهل. ولسه كانوا هيمسكوا في بعض واتدخلت ما بينهم. بقول لكم ايه، اتكوا على العقل وخلينا نفكر. وانت يا جمعة ابلع ريقك شوية، انا ساكت علشان ما اقدر خوفك، لكن احنا اللي كنا في وش المدفع. انا كان مالي ومال الحوارات دي، اقسم بالله لولا الحوجة ما كنت عملت كده. وبعدين كل ما في الموضوع ان انا كنت عايز الفلوس علشان اخلص تشطيب الشقة واتجوز فاتن. اصلا لما شفتها قالت لي انها عايزة تغير فيها حاجات كتير، فقلت ماشي مش مشكلة اغير بالقسط وبالمرتب ادفع، لحد ما جت ازمة الشركة وصفوني معاكو، فقلت ماشي مش مشكلة. ومن وقتها وفاتن بتقول لي ها هتنزل شغل امتى؟ ما انا مش هفضل قاعدة مستناك كتير، وانا اللي هشتغل وانت اللي هتقعد في البيت. من كلامها حسيت ان انا قليل وحاولت ابعد عنها، لكني ما قدرتش، حبي ليها كان اقوى. لحد ما انت قلت فكرتها كخريطة، انا كنت خايف، بس العملية دي كانت الامل الوحيد اللي هقدر بيها اتجوز فاتن، البنت اللي بحبها. لكن خلاص انا مش عاوز حاجة، كل اللي انا عاوزه ان انا ما طلطتش في الحوار ده، والحمد لله ان انا ما جيتش معاكو. لكن دلوقتي بقى تقدروا تمشوا وتتاهوا في حتة تانية، أنا مش عايز أتحبس. يا جمعة احنا خلاص على تقسيمة الفلوس وبس، تقوم جاي دلوقتي وتقول افتح الله؟ ملهاش لزوم الفلوس يا صاحبي لو بالدم. وانت مالك حامي علينا كده ليه؟ مش كفاية اننا هنديلك من الفلوس اللي انت ما تعبتش فيها؟ مش عايزها يا عم، مش عايزها. تقدروا تاخدوها وتقسموها على ثلاثة، بس مش هنا، بعيد عني. للمرة الثالثة الخناقة شدت ما بينهم، هديت الأمور وقلت الجمعة ماشي يا جمعة ماشي كلامك، هنمشي بس مش دلوقتي. يعني ايه مش دلوقتي؟ يعني تهدى وتفهم. احنا نروح فين دلوقتي بالتعبان اللي قاعد على فرشتك جوه ده؟ بكرة الصبح يحلها الحلال، وعلى المغربية كده هنتحرك، وبعدها احنا لا شفناك ولا انت شفتنا ولا نعرف عنك حاجة من مدة، مرضي كده؟ تمام، بس على شرط، لو زادت عن اللي سمعته منك هتصل بالحكومة، ووقتها يعتبروني شاهد.
وافقت على كلامه علشان ما نروحش في داهية. أما عبد الفتاح فما اعتمدش اللي حصل قدامه، ده شايف إن جمعة بقى خطر علينا، فمن غير ما ياخد رأي أي حد خلص عليه وهو نايم على فرشته بالليل. أيوة خلص عليه. وقتها فقت على صوت ضرب النار، ولما جريت أشوف في إيه لقيت جمعة سايح في دمه على فرشته. في اللحظة دي بصيت لعبد الفتاح وأنا مبرق. أنت عملت إيه؟ عملت إيه؟ خرب بيتك وديتنا كلنا في داهية. ده عيل أهطل وكان لازم يموت. آه مش بعيد كان يغدر بينا ويبلغ عننا بعد ما نمشي. تقوم تقتله؟ يعني بدل ما كنا هنتمسك سرقة دلوقتي قتل؟ ومش بعيد يبقى فرد الأمن مات هو كمان. دي فيها إعدام يا عبد الفتاح، عارف يعني إيه إعدام؟ حلمك عليا بس. المنطقة هنا فاضية ومحدش سمع صوت ضرب النار. يعني ندفن الجثة ونمسح الأدلة ورانا وبعدها نقسم وكل واحد يروح لحاله. لا احنا ما اتفقناش على قتل عبد الفتاح. وحصل هتعمل ايه يعني؟ هتبلغ عني؟ بلغ بلغ وشوف هتقول لهم ايه. في اللحظة دي عبد الواحد فاق وقام قعد على فرشته وتحرك بصعوبة لحد الأوضة التانية، الأوضة اللي احنا كنا فيها. ولما وصل وشاف جثة جمعة عينه برقت. هو الصوت اللي انا سمعته ده حقيقي؟ يعني مش حلم؟ انتوا خلصتوا على جمعة يا ولاد؟ احترم نفسك يابا، هو اللي وقف وشنا وكان هيبلغ. ايه كنت عايز تعيش في السجن بقية حياتك؟ التاهي يا اخي، ارواح الناس عندك لعبة؟ الراجل كان خايف وحقه يخاف، تقوم تقتله؟ لا 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 انا مش عايز اقعد في المكان ده. مصلحة، الباب يفوت جمل حتى لو بتفرفر. عبد الواحد سابنا ودخل اوضته، ولما تأكدت انه خرج قلت لعبد الفتاح هنتصرف ازاي في المصيبة اللي انت عملتها دي؟ ما انا قلت لك اللي فيها، ندفن ونقسم وكل واحد يروح لحاله. ودتنا في دهي الله يلعنك، والراجل اللي سايح في دمه جوه ده ما نعرفش هيعمل ايه. هو الكسبان، الفلوس هتتقسم على 3 بدل 4، يعني الهبرة بقت أكبر. ولو قال يفتح الله زي جمعة يبقى يموت، محدش أحسن من حد. مفيش دم تاني، محدش هيموت، ولو فكرت تأذي حد فينا أنا اللي هقتلك. قديمة يا خريطة، أنا ما يفرقليش غير الفلوس، وأنت يا صاحبي لولاك ما كنتش همسك قرشين حلوين، فخليك في صفي زي ما أنا حطك في صفي. حسيت بخوف من ناحية عبد الفتاح، كأني خرجت أسد من الغابة وطلقته علينا، وعلشان كده حاولت أمتص غضبه. مفيش حد في صف التاني، كلنا إيد واحدة، وزي ما ابتدينا العملية مع بعض هننهيها مع بعض. عبد الواحد لازم يهدى ويتراضى، وجمعة فالله يرحمه نقرا على روح الفاتحة وندفنه بره، وأنا هعتبرها غلطة منك، بس أنت ندمان عليها. أمين؟ دعاء ما بيندمش، بس أمين لاجلك أنت بس. خلصت أنا وهو كلام وشلنا جثة جمعة، بعدها طلعناها برا البيت وحفرنا في الأرض حفرة عميقة. بس طول ما كنا بنحفر كنت باصص لعبد الفتاح وأنا مرعوب، حاسس بالغدر منه في أي لحظة، وفي نفس الوقت ما كانش ينفع ارتكب جريمة كبيرة زي القتل وقتله، فخدت حذر منه طول الوقت لحد ما خلصنا حفر. وبعد ما خلصنا جت اللحظة اللي هندفن فيها جمعة. شلنا الجثة ورميناها جوا الحفرة، ولما تأكدنا ان كل حاجة سليمة ردمنا عليه. بعدها دخلنا البيت وقعدنا في الصالة، وقتها الفجر كان بيأذن، فقلت في سري الله أكبر، وفضلت باصص لعبد الفتاح بحذر وانا شايف في ايده دم جمعة، بس مش قادر اعمل حاجة. ما هو زي ما هو قال، هبلغ اقول ايه؟ سرقت وقتلت ولما قتل صاحبي بلغت عنه؟ كلام مش منطقي. هيلبسوه بدلة الإعدام، بس مش بعيد أنا كمان ألبسها قبله. فما كانش قدامي غير أني أسكت وأفضل مراقبه بحذر وبس. وبالنسبة لعبد الواحد كنت سامعه من جوه بيحزبن، وبعدها بدأ يصلي. ولكن الغريب بقى أن عبد الفتاح كان هادي، هادي لدرجة أنه طلع من جيبه حتة حشيش وبدأ يلفها، ولما خلص لف حط السيجارة في بقه وولعها، خد نفس وطلعه وهو سرحان وكان بيفكر في حاجة بس أنا مش عارفها.
بس بعد تفكير نطق أخيرا: تفتكر هنسرق في الملايين اللي معانا دي ازاي؟ كل واحد مننا له مشاكل، وأظن الفلوس دي هتحل مشاكل كتير منها. مش كل المشاكل بتتحل بالفلوس، في مشاكل ما بتتحلش غير بالحشيش، والحشيش ما بيجيش غير بالفلوس. تاخد نفس. سرقت ملايين وعرضت حياتك للخطر وقتلت 2، وكل ده عشان الحشيش؟ مش انت قلت من شوية ان كل واحد عنده مشاكل، والمشاكل كتير منها بيتحل بالفلوس؟ بس انا بقى عندي مشاكل كبيرة، كبيرة قوي، وبتتحل بالحشيش، والحشيش بيجي بالفلوس. يعني المشكلة هتتحل بالفلوس برضك. لكن تعرف الميزة بقى ان الحشيش بيحطك في عالم تاني خالص، الجو هادي خالص والدنيا هس هس. ما تغني معايا. الجو هادي خالص والدنيا هس هس. لا ده انت شكل دماغك فوتت. اطفي الزفتة اللي انت مولعها دي وفوق، مش ناقصة هي. في اللحظة دي عبد الواحد خرج من الأوضة، وعلى الرغم ان هو واضح عليه التعب إلا انه كان دايس على نفسه وبيتحرك. اول ما شافنا سند على كرسي واتكلم والدموع في عينيه: انا اسف، اسف يا جمعة، واسف ليه كنتوا كمان. دايما بسمع عن ان الفلوس بتعمي، بس اول مرة اشوف المقولة دي على ارض الواقع. الكلام مش عليك انت وبس عبد الفتاح، الكلام علينا كلنا، واولهم انا. واللي ما يعرفنيش منكو، انا المعلم عبد الواحد. حقيقة مش مهمة كنت مخبيها عليكم، يعني انا المفروض كنت تاجر ادوات منزلية قد الدنيا في العتبة، بس في الحقيقة انا لا معلم ولا نيلة. المعلم اللي بجد كان ابويا الحاج صلاح الله يرحمه، كانت كلمته تهز شنبات، محدش يقدر يقف قصاده الا وتبقى نهايته سودة. لحد ما جت نهاية ابويا، مات على فرشته وطلب مني اكمل اللي بدأه. وقتها خدت الموضوع على صدري وسبت تعليمي وكملت في تجارة ابويا. حاولت ابقى زيه بس فشلت، لحد ما المحل فلس، الديون زادت على كتفي وبعت كل حاجة، بس برضو ما كانش كفاية. فضلت متداين زي ما انا ودورت على شغل. بعدها اتعينت في الشركة اللي كنا فيها، وكنت اول كل شهر باخد المرتب اخلي معايا دوبك اللي عايشني والباقي احطه في الدين. وفضلت على الحال ده لحد ما اتصفيت معاكو. دورت على كذا شغلانة وما توفقتش، علشان كده وافقت على العملية دي من الاول. اهو قلت تسد ديني وابتدي من جديد، وبالارباح ارجع كل جنيه خدته من الشركة. بس خلاص انا مش عايز حاجة، خدوا انتوا الفلوس، بس بالله عليكو سيبوني اعيش. انا كل اللي انا مطلوبه منكو حياتي، والفلوس دي فلوس ملعونة وبتلعن كل اللي يقرب منها. قمت من مكاني وتحركت ناحية عبد الواحد وطبطبت عليه: في يا عبد الواحد، ما تستهدى بالله كده، نقتلك ايه بس؟ ده انت كنت هتروح فيها بسببنا. امسك نفسك وما تعيطش، هتاخد فلوسك وهتسد ديونك. وقتها طلع فيا مرة واحدة: مش عايزها الفلوس اللي بالدم، مش عايزها والله العظيم ما عايزها. الله 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 الله، كله ما بقاش فارق معاه الفلوس، يبقى انا اخدها لوحدي. اهو اجيب حشيش من النوع الفاخر، حكم الفيستك ده ما بقاش يجيب معايا. ملعون ابوك انت والفلوس. مقبوله منك يا عبد الواحد، مع انك طلعت من ناس وان اكتر من جمعه. تقريبا كده العصابه كلها نسوان. اتدخلت في الحوار وقلت له: انت ايه يا اخي، شيطان؟ اطفي الزفتة اللي في ايدك دي وتكلم زي الرجالة، فوق بقى بدل ما انت مش داري بالدنيا كده. عبد الفتاح وقتها ما كانش واعي لأي حاجة هو بيقولها، لدرجة انه فضل يكلم نفسه ونسي اصلا احنا مين. ومع خطرفته اخدت عبد الواحد ودخلنا الأوضة اللي جوه، هديته شوية وقلت له اننا شوية وهنمشي. ومع كلامي بصلي وقال لي: انت مش زيهم يا خريطة، على الرغم من انك انت اللي مخطط، لكن قلبك ابيض مش وش اجرام. الراجل ده حتى انت الوحيد المتعلم فينا.
أنا مش عارف إيه اللي زقك على السكة الشمال دي. بصيت على السقف شوية وابتسمت، افتكرت الماضي واللي حصل بسببه. بعدها رديت عليه وأنا مهموم: بالك أنت عبد الواحد؟ أنا لولا شكلي الملخبط كان زماني في حتة تانية. أنا دماغي نظيفة وتعلمت أحسن تعليم، لكن من وأنا صغير والعيال في الشارع والمدرسة كانوا بيتنمروا عليا وعلى شكلي، كمني مناخيري كبيرة وأكلة نص وشي وبقي معوج، بس دي خلقة ربنا أنا ماليش ذنب فيها. ومع ذلك كنت بصلي وبشكره كل يوم، أصل لولا ما كنتش هوصل لحاجات كتيرة حلوة في حياتي. حد ما ظهرت مروة، زميلتي في الجامعة، كانت بتاخد مني المحاضرات المتأخرة ومش بتخاف مني، درجة إنها لو مش فاهمة حاجة كانت بتجيلها أشرح لها. يا راجل ده أنا كنت بزعل قوي لو نقص الدرجة، كنت عايزة تاخد مكاني، أصل أنا كنت الأول على الدفعة 4 سنين، وزي ما أنت عارف أنا خريج كلية سياسة واقتصاد. وبس كنت بقولها: ذاكري، أنت شاطرة، أنت أحسن مني، لحد ما في يوم من الأيام هنبقى سفرة قد الدنيا. بس للأسف ما كنتش أعرف الزمن مخبي لي إيه. بعد آخر يوم امتحانات وفي آخر سنة عرضت عليها الجواز، مش هنسى نظرتها في اللحظة دي، كانت بصالي بخوف لحسن أعمل فيها حاجة لو رفضت، ومن غير ولا كلمة سابتني ومشيت. وقتها وقفت مصدوم، الدموع نزلت من عيني، مسحت دمعتي وما استسلمتش، حاولت مرة والتانية لحد ما لقيتها بعتالي واد روش من بتوع اليومين دول، لابس الحتة اللي على الحبل وجاي هو وشوية صيع صحابه، وقال لي: لو ما بعدتش عنها هضربك وهعدل الخريطة اللي في وشك دي. وهو واللي معاه فضلوا يتريقوا عليا، بسبب كلامهم الدم جري في عروقي. نيلت جبت طوبة وخبطته في دماغه، الدم ساح، وبعدها عينك ما تشوف إلا النور. اتعجنت ضرب، اصل برضو الكترة بتغلب الشجاعة. ومن ساعتها وانا مقرر اني لا احب ولا اتحب، لحد بقى ما اعمل عملية تظبط وشي وابقى انسان تاني. وهو سعيت في الدنيا ورحت وقدمت على شغل، لقيت ناس شكلهم حلو ولابسين بدل شيك، وانا برضو كنت لابس بدلة، بس هما ربنا كرمهم بالواجهة قاضي عبد الواحد وانا لأ. وقتها حسيت ان انا قليل ما بينهم، حتى هما فضلوا يتريقوا عليا وعلى شكلي، وعلى الرغم من اني اشطر منهم الا ان في منهم اللي اتقبل وانا اترفضت من اول مقابله. وساعتها واحد منهم قرب مني وقال لي ان مكاني مش هنا، مكاني مرمطون. فسمعت كلامه، دورت على شغل في مصانع كتير لحد ما اتقابلت في مصنع البلاستيك، وهناك حسيت ان وسط اهلي محدش حسسني اني قليل ولا مسخ زي ما كتير من الناس بيبصولي في الشارع، ولاد بلد بصحيح، صدق اللي اهل الفقر للجدعان، بس المنحوس منحوس. صفيت معاكو والايام دارت وعرفت موضوع الخزنه، ساعتها قلت بس مشاكلي هتتحل، اسرق واعدل وشي وبعد كده اشتغل شغلانه نظيفه والدنيا تبقى عوضتني. بس للاسف حسبتها غلط ودلوقتي بدفع تمن الغلط ده. ده انت طلعت شايل ومعبى خريطة، معقولة يا جدعة يحصل معاك كل ده واعرف بالصدفة؟ يا عم ما تشيلش الهم، كنت هقول لكم ايه يعني، ما انتوا شايفين كل حاجة في وشي، خريطة زي ما بيقولوا. وليك نفس تهزر كمان، اتعلمتها زمان يا صاحبي، وجع القلب بيخرج على شكل ضحكة، علشان كده بيقولك إن كتير يموتوا وهم بيضحكوا. على رأيك هو في إيه أسوأ من اللي إحنا فيه ده؟ في يا عبد الواحد إننا نسيب كل حاجة لعبد الفتاح يكوش عليها، وده مش هيحصل. هناخد الفلوس بتاعتي منه ولأني أديها له يصرفها على الحشيش. في اللحظة دي سمعت صوت باب البيت بيتفتح، قمت أشوف إيه اللي بيحصل، لقيت عبد الفتاح واخد الشنط وهيهرب. جريت وراه ومسكته ودخلته البيت مرة تانية، حاولت اخد منه الشنط لحد ما هو سابها ورماها برا البيت، وبعد ما رماها طلع المسدس، وقبل ما يوجهه ناحيتي خبطت ايده ووقعت المسدس في الارض.
زقيته بعيد والخناقة شدت ما بيننا. وسط الخناقة عبد الفتاح مسك رقبتي وفضل يخنق فيها. كان جسمي خلاص ساب وبطلع في الروح، لكن في اللحظة دي سمعت صوت ضرب نار. شوية بشوية جسمي بدأ يفك وفضلت أكح من الخنقة اللي كنت فيها. بعدها بصيت جنبي وشفت عبد الواحد واقف بيترعش وماسك مسدس في إيده، ومع نظرتي له المسدس وقع من إيده، وبمجرد وقوعه وقع عبد الواحد ونزل على ركبته. رجعت بصيت قدامي شفت عبد الفتاح حاطط إيده على كتفه مكان الرصاصة اللي ضربت عليه. أنت السبب، الله يخرب بيتك، طمعك ودانا كلنا في داهية. ابتسم وهو بيرد عليا وبيتألم والدموع بتنزل من عينيه. أنا آسف، عارف إنها كلمة ومش هتغير حاجة من اللي حصل، بس أنا تعبان من ساعة موت أروى بنتي والدنيا مقفلة. بقيت أشرب وأسكر وأسهر بالليام، كل ده عشان أنسى. وبعدها اضطردت من الشغل معاكو، ومن ساعتها والدنيا قفلت أكتر لحد ما أنت قلت على فكرتك فوافقت. يمكن أنسى، ما هو بيقول لك الفلوس بتنسي، ولو ما نسيتش هجيب أفخم الأنواع وهنسى. بس هنسى إيه؟ دي بنتي الوحيدة، أغلى ملاهية، ملعون أبو المرض، ملعون الحوجة، وملعون الفلوس اللي تاني حياة عيلة عندها 5 سنين. من الوجع، الوجع اللي بسببه قررت أمسك فلوس، فلوس كتير أوي، فلوس ما تحوجنيش لحد تاني. بس للأسف عمر الفلوس ما كانت هترجع أروى للدنيا، أنا حسبتها غلط زي كل مرة. أنا آسف يا صاحبي. ملحقتش أعمل له حاجة، عبد الفتاح مات بين إيدي. وبعدها سمعت صوت سرينة، من الصدمة اتخشبت مكاني داهي، ولقيت إيد شدتني بقوة. بصيت على عبد الواحد لقيته واقع على الأرض وبيبكي. كان مشهد مش هقدر أنساه في حياتي، وانتهى بينا الحوار في النيابة بعد ضرب وإهانة ما يتوصفوش. ومع ده كله فضلت تايه لحد ما دخلت الوكيل النيابة وقعدت قصاده، ومن غير ما يسألني أي سؤال حكيت اللي حصل كله بالتفصيل. ومع ذلك اتسألت سؤال معرفتش إجابته وقتها: فين الفلوس يا خريطة؟ كانت قدام الباب يا باشا، واحنا ما اتحركناش من البيت قبل ما انتوا تيجوا. الفلوس مش موجودة يا خريطة، احنا قلبنا عليها المكان حتة حتة ما لقيناش حاجة. انت اقول حطيتوا الفلوس فين؟ انت موقفك صعب، بس هيصعب اكتر لو الفلوس دي ما رجعتش. يا باشا مفيش اصعب من اللي انا فيه دلوقتي، واللي عندي قلته لك، والفلوس فعلا مش معايا. راجع نفسك يا خريطة، فرض الأمن واتكتب له عمر جديد. وعبد الفتاح كنت بتدافع عن نفسك، وجمعة فعبد الفتاح هو القاتل، لكن الفلوس انت اللي خططت وانت اللي سرقت، يعني مش بعيد تشيلها لوحدك. يا باشا اقسم بالله انا ما اعرف حاجة عن الفلوس، كل اللي اعرفه عنها قلته لك. يبقى انت اللي حكمت على نفسك يا خريطة، اكتب ورايا يا ابني: يحال المتهم سامر نصار غانم الشهير بخريطة إلى محكمة الجنايات في صباح الأحد. وتحولت للمحكمة واتحكم علي أنا وعبد الواحد بالسجن لمدة 15 سنة. وبعد أكتر من 8 سنين في السجن جات لي زيارة مفاجأة من ست في الثلاثينات، قعدت قدامي وحطت رجلي على رجلي وقالت لي: أنا مش عارف أشكرك على إيه ولا إيه يا خريطة، ولا أقولك سامر. تشكريني على ايه؟ انا مش فاهم حاجة. على النعيم اللي انا فيه، هو كله بمجهودي، بس انت ساهمت براس المال. كفاية الغاز وقوليلي انت مين وجاية ليه،
أنا ممكن أقوم على فكرة. أنا فاتن، مش عارفة تعرفني ولا لأ، بس أنا هعرفك علي. أنت فاتن حبيبة جمعة؟ واضح كده أن جمعة كان بيتكلم عليا كتير، أصله كان بيموت فيا لدرجة أنه قرر يسرق علشاني. حاولت أقطعها مرة تانية لكنها كملت. ما تحاولش تقطعني مرة تانية، أنا هقولك كل حاجة في وقتها، بس الأول خلينا نرجع كام سنة لورا. يوم القبض عليكو، ما سألتش نفسك البوليس عارف مكانكو ازاي بالسرعة دي؟ عارف مكاننا؟ قلتلك ما تقطعنيش. أنا هقولك، قبل السرقة بيومين جمعة جالي وحكالي عن الخطة، قالي إنها لو اتنفذت صح هيكسب من ورا العملية دي ملايين، لكنه ما جاش يحكي لي علشان بيحبني وبس. هو حكالي علشان لو اتأخر عليا أروح أشوفه لو محتاج حاجة، وفعلا كلمته كذا مرة وما ردش. اتشجعت ورحت بيت اكتوبر الصبح بدري علشان ما حدش يشوفني، ووقتها لقيتك كنت بتتخانق انت وشخص تاني، وفي شنطتين متروسين فلوس قدام الباب، كنت كلكم برقين وفتوها. استغليت انشغالكم ببعض وانكم ما بصيتوش ناحيتي اساسا وخدت الشنطتين. في اللحظة دي سمعت صوت ضرب النار، اتصلت بالشرطة كفاعل خير، وبعدها خدت الفلوس واختفيت. ودلوقتي وبعد المدة اللي عدت قدرت اعمل شركة كبيرة خاصة بيا، بس انا مش جاي علشان احكي لك حدوتة، مع اني بحبها يعني، بس اللي جابني هو انت. انا دورت وراك وعرفت ان انت عايز تعمل عملية تغير حياتك، فانا هعملها لك لما تطلع وهشغلك معايا. قلت ايه؟ قبل ما تقول، لو حاولت تبلغ او تقول اي حاجة كده ولا كده هتموت. رجالت عينيهم في كل حتة حتى جوه السجن. وقتها ما كنتش عارف ارد اقول ايه، بس هي اختصرت الكلام عليا لما قالت لي مش لازم ترد دلوقتي، انت لسه قدامك كام سنة يعني براحتك، وهجيلك تاني. خلصت كلامها ومشيت، اما انا فكنت قاعد مصدوم مش عارف انطق. طب اصرخ واقول اللي خدت الفلوس اهي، ولا اسكت وهي تساعدني؟ بس هتساعدني ازاي وانا فات من عمري كتير قوي؟ فضلت على نفس الحال ده لحد ما رجعت الحبس. قعدت جنب عبد الواحد ولما قعدت فضفضت معاه باللي حصل، وبعد ما حكيت قلت له انا هبلغ عنها عبد الواحد، الست دي مش تمام وناويالي على شر انا متاكد. ما بلاش يا خريطه، احنا مش عارفين هي ممكن تعمل ايه. هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه اكتر من اللي انا فيه؟ هو في أسوأ من إني محبوس؟ يا ابني ما هي قالت لك ليها عيون في كل حتة. لا أنا قررت خلاص، هبلغ يعني هبلغ. في اللحظة دي قامت خناقة بين اتنين، خريطة قام يحوش ما بينهم، والخناقة كبرت ودخلت وسطهم علشان أشد خريطة، لكن واحد منهم كان بيقول له مش قال لك ليها عيون في كل حتة، وخلص كلامه وبموس. موس شد بيه رقبة خريطة اللي وقع على الأرض وهو غرقان في دمه. قربت منه وحطيت إيدي على رقبته علشان أوقف الدم، وبتلقائية الدموع نزلت من عيني، وهو قال لي مالك ياض بتعيط ليه؟ هو ده مصيري اللي أنا كنت مستنيه، خلي بالك من نفسك. ومات خريطة، مات وانا سكت، بس انا ما نطقتش من ساعتها لاني عارف ان تمن كلامي هو رقبتي. لكن خلاص انا تعبت، الذنب تقيل قوي، ومن ساعه ما خرجت من السجن وانا بشوف خريطه في كل مكان، وعلشان كده بحكي لكم القصه على لسانه، لسان صاحبي خريطه. وبس كده، بهنا تكون انتهت القصه. اتمنى تكون عجبتكم. ريت لو القصة عجبتكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين، تفعلوا زر الجرس وتنضموا لجروب عائلة الراوي على الفيسبوك علشان تشوفوا الكواليس، كمان تنضموا لجروب عائلة الراوي على الواتساب علشان توصل لكم القصة بمجرد ما تنزل. احنا في قناة تحت موجودة في صندوق الوصف، انتوا عارفين بتاعت مين؟ بتاعت الاخو محمود خيري. القناة دي حاليا فيها 66,500 مشترك،
احنا عايزين بقى نكسر الكسور دي نخليها ايه 166,500. يعني احنا بسم الله ما شاء الله وصلنا 400,000 مشترك بفضل ربنا اول حاجه وبفضل دعمكم. فايه المشكله لما احنا نوصل القناه بتاعته 100,000؟ ايه يعني مش صعبه ولا مستحيله كمان نخش عنده في الكومنتس نغزو الكومنتات ونكتب ان احنا من طرف الراوي محمد خيري الاخ العزيز وبس كده نكسر الدنيا زي ما احنا متعودين يعني مش غريبه علينا وبس كده. نشوفكم الحلقه اللي جايه ولا تنسوا اخواتكم في فلسطين وغزة وفي سوريا وفي السودان في كل مكان من دعواتكم. نشوفكم الحلقة اللي جاية وتصبح على خير.